شكرا جزيلا للإعلامي الكبير والنجم الكبير كابتن أحمد شوبير، والتحية والشكر موصول لنجوم مصر الكبار، نجوم التحليل كابتن تامر صقر، كابتن أحمد حسن، والكابتن محمد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. زعيم البطولات وسيد المنصات النادي الأهلي بطل إفريقيا يستعد الليلة مشاهدينا لاتخاذ أول القرارات، وهو بطاقة التأهل بإذن الله إلى دور المجموعات في مشوار الرحلة الإفريقية والمغامرة رقم 34 للمارد الأحمر القاهري. النادي الأهلي يستضيف الليلة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ 32 في البطولة الأهم والأغلى والأقوى، دوري أبطال إفريقيا، بالأمس القريب وبملعب الجنرال سيني كوناتشي بالنيجر كان التعادل الإيجابي 1-1، واليوم أصدقائي بطل إفريقيا له حق الرد في ملعبه ملعب الأهلي والسلام. كل الدعوات بالتوفيق والاستمتاع إن شاء الله بهذا اللقاء وتأهل النادي الأهلي إلى مرحلة المجموعات. تشكيل النادي الأهلي قدام حضراتكم: بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي النهاردة بيبدأ بعلي لطفي في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر أكرم توفيق، بدر بنون، أيمن أشرف، علي معلول، قدامهم السولية وإليو ديانج، وأربع أوراق هجومية للمارد الأحمر ممثلة في وليد سليمان، أفشا، كهربا، وفي الأمام محمد شريف. على الجانب الآخر زكريا إبراهيم يحيى المدير الفني للحرس الوطني لبطل النيجر، النهاردة بيلعب بطريقة 4-3-3، سايدو أميسو في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر حسن بوبكار، عثمان عبد الوهاب، رزاق سيني، وعبد الحميد عبد الله، وثلاثي في وسط الملعب موسى مودو وعبد الناصر شيبو وكوكو ديمينو، وثلاثي امامي للحرس الوطني ممثل في دانييل اوكون وجبريل ديوري وايسوفو. النهارده احمد امتياز هيرالال الحكم من موريشيوس وطاقم تحكيم من موريشيوس هو اللي هيدير هذا اللقاء بمساعدة كل من ورام باباجي كمساعد أول وجيان مارك كمساعد ثاني، ويبقى درامفير حكما رابعا، والسيد أمير حسن مراقب اللقاء من الصومال. لحظات أصدقائي وينطلق هذا اللقاء الهام، لقاء الإياب، لقاء دور الـ 32 دوري أبطال إفريقيا، النسخة رقم 58 من البطولة الأقدم والأقوى في تاريخ القارة السمراء. النسخة رقم 58 بنظاميها القديم والحديث، أو الرقم 26 بالنظام الجديد الذي بدأ عام 97. إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يمتعنا ويدلعنا، خصوصا بعد ما انتهى لقاء الذهاب منذ أسبوع تقريبا بالتعادل 1-1. النهاردة صحيح يكفي النادي الأهلي التعادل السلبي من أجل التأهل، لكن الطموح كبير جدا جدا عند الجماهير العظيمة، جماهير النادي الأهلي، إنها تستمتع وتتدلع النهاردة بأداء لعيبة النادي الأهلي. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، هنظبط الساعات ونبدأ نتابع ونشوف بيتسو موسيماني وتشكيلة النادي الأهلي النهاردة بطل إفريقيا هيقدم لنا إيه. أدي عمرو السولية، وأدي وليد سليمان، وأدي كرة عرضية، كرة عرضية وأول محاولة في الثانية 30، لكن محمد شريف بباطن القدم أهدر فرصة المزية، فرصة ماسية حلوة الثلاثية من عمرو السولية لوليد سليمان. يا ترى النهارده شنطة الإجوان لوليد سليمان أكتر لاعبي النادي الأهلي تسجيلا للأهداف في البطولات الإفريقية، حطها لشريف ولكن فتح باطن القدم بيهدر فرصة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي في الدقيقة الأولى. بداية خير إن شاء الله، وهجمة قوية جدا جدا للنادي الأهلي، الحرس الوطني بطل النيجر أول مشاركة لي في دوري الأبطال، بينما النادي الأهلي
هي رحلته رقم 34 في مشاركاته في دوري الأبطال. كرة للأمام من علي معلول، ولكن رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي. علي معلول على طول بيلعب رمية التماس في اتجاه محمد شريف، عدى محمد لكن تخبط، وهنشوف أحمد هيرالال صاحب 39 عام حكم من موريشيوس. ادي الجملة الثلاثية حلوة من السلية، وحلو التقدم من وليد سليمان، حطها في مكان عبقري، لكن لسه محمد شريف. إليو ديانج بيحطها في قلب الملعب، حلو التقدم من وليد سليمان. النهاردة بيلعب مباراته رقم 295 مع النادي الأهلي في مختلف البطولات. بدر بنون الكرة الأمامية للعريس صاحب اللمسة الذهبية الجولدن تاتش محمد مجدي قفشة. مليون 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 مبروك، وربنا دايما يرزقه بالخير في حياته الجديدة. النهاردة بيعود إلى تشكيلة النادي الأهلي محمد مجدي قفشة علشان يلعب اللقاء رقم 96 ليه مع النادي الأهلي في مختلف البطولات. زكريا إبراهيم يحيى المدير الفني لفريق الحرس الوطني أو الدرك الوطني بطل النيجر، عمل تبديلين فقط عن التشكيلة، دفع بالاثنين لعيبة اللي كان نزلهم ما بين شوطي هذا اللقاء. ادي على طول كرة ومحاولة اولى، عندهم طموح كبير جدا جدا انهم يعملوا مفاجأة زي ما الفريق الجنوب افريقي نجح ان هو يعمل اول مفاجآت دوري الابطال بخروج تي بي مازيمبي صاحب الخمس القاب. تتلعب رمية التماس جبريل الدوري، تتقطع منه وليد سليمان، اتضغط عليه المرة دي من صاحب القميص رقم 8 اللاعب موسى مودو. ادي بيتسو موسيماني اللي تولى المهمة في اكتوبر 2020، النهاردة بيلعب مباراته رقم 66 مع النادي الاهلي. رمي التماس لكن المساعد الاول ورام بابا جي بيدي التماس للحرس الوطني. فازوا بالدوري والكاس الموسم الماضي، فريق انشئ سنة 96، وصل دوري الدرجة الأولى في النيجر عام 2012، نجحوا في فرض نفسهم بقوة في الموسم الماضي على أجواء الكرة في النيجر. إليو ديانج، علي معلول، أيمن أشرف مرة تانية لبدر بنون، تبديل وتعديل في رباعي خط الظهر للنادي الأهلي. أكرم تقدم، أكرم بيزداد جمال وبهاء ورونق جميل جدا جدا في أداء أكرم توفيق. إبعاد من موسى مودو صاحب القميص رقم 8 وصاحب 23 عام، واحد من ثلاثي وسط الملعب. محمود كهربا بيطلع علي معلول، ولكن التمريرة قوية. استعداد وتهيئة نفسية جيدة جدا جدا من بيتسو موسيماني للاعبي النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي العظيم منتظر الإقناع والإبداع وبطاقة التأهل في نهاية هذا الحوار. إليو ديانج، أكرم توفيق، أيمن، عمرو السلية، حصار من النادي الأهلي. أدي التوزيع الأمامية، المرة دي مفيش راية، لكن على طول المساعد الثاني جيان مارك. أدي بدلاء النادي الأهلي النهاردة، مصطفى شوبير ومحمد هاني وطاهر ومحمد محمود ووحيد وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة. ضربة حرة غير مباشرة هيسيبها رزاق سيني لحارس المرمى سايدو أميسو.
لمسة المرة دي من أسوفو ولا ده جبريل؟ جبريل ديوري اللي كان سجل في مرمى النادي الأهلي هدف التعادل. محمد مجدي قفشة بيسقط كرة أمامية لكن على طول بيطلع حارس المرمى وبتوقع من إيده، ولكن بيلحق نفسه سايدو أميسو صاحب ال 32 عام واللي بيلعب النهاردة رابع لقاء لي. حضراتكم عارفين ده اللقاء الأول للنادي الأهلي، المواجهة الأولى في دوري الأبطال، بينما هي المواجهة الثانية لفريق الحرس الوطني اللي بدأ من الأدوار التمهيدية واستطاع إن هو يتغلب على بطل بوروندي، كان أيضا تعادل 1-1 على ملعبه وفاز خارج الأرض 1-0. عشان كده عندهم طموح إنهم يكرروا الإنجاز، لكن مع النادي الأهلي هنشوف. أيمن أشرف تحضير على الهادي من لاعبي النادي الأهلي، لسه بنلعب في أول 8 دقايق. محمود كهربا بالكعب لكن مقفولة من الحرس الوطني. عبد الحميد الظهير الأيمن اللي بيعتمدوا عليه في بناء اللعب دايما صاحب القميص رقم 19. عمرو السولية بد إليو ديانج فاتح النادي الأهلي مساحات الملعب. أدي كرة أمامية، تقدم المرة دي من محمد شريف. محمد شريف بيحطها على حدود ال 18، حلو الفنت من وليد، وادي على طول معلول، وادي كهربا عدى وفات ولكن بيحطها مرة تانية. علي معلول بيعلي ولكن فين؟ بعيدة في أقصى الجبهة اليمين، بيضغط أكرم على طول، يا عيني عليك يا ولد، على طول بياخدها كماشة ويحط مرة تانية النادي الأهلي في وضعية الهجوم. وادي كرة وجول، ادي كرة ومحمد شريف، محمد شريف حبيب قلبي الباشا إلا فندي، صحيح بيضيع في الدقيقة الأولى ولكن في الدقيقة التاسعة يرد علي على طول. كلاكيت تاني مرة بيفتتح التسجيل للنادي الأهلي بكرة حلوة جدا جدا، بدأها الولد المقاتل اللي بقول لحضراتكم بيزداد جمال وبيزداد رونق، ولكن بص شوف الحكاية، وبص شوف جمال النادي الأهلي، وبص شوف الرغبة القوية في افتتاح المشوار وافتتاح التسجيل. آدي الكرة وآدي قفشة وثنائية مع محمد شريف، يا عيني يا عيني، فيها كهربا، فيها كهربا، مش محمود كهربا، لا، تسديدة شريف، فيها كهربا اللفندي، اللفندي اللي ليه مكانة خاصة جدا جدا جوه قلب محمد شريف، هداف الدوري المصري الممتاز. أصدقائي في الدقيقة التاسعة بيتقدم ويفتح المجال أمام المارد الأحمر بالتقدم في هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء، 1-0، ومحمد شريف بيسجل أصدقائي أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا النسخة رقم 58. أدي كرة أمامية وأدي كهربا يقدر، ولكن راية وصفارة، راية وصفارة، تسلل على كهربا، أول أهداف شريف في النسخة الحالية وهو ثامن أهدافه الإفريقية. عنده كان 7 أهداف في 17 مشاركة. أدي الكرة والتسلل سليم جدا جدا وراية موفقة من جيان مارك اللي ماسك مهاجم النادي الأهلي، ولكن بص شوف الولد أكرم بيعمل إيه، ده مش ولد، ده راجل وسيد الرجالة، ولكن بص شريف، بص شريف، واحدة والتانية والخطأ من سايدو أميسو، 1-0، هدف حلو افتتاحي جميل في الدقايق الأولى من عمر وزمن اللقاء، يدينا ارتياحية ويفتح نفسنا على هذه الأمسية. هذه كرة مرة تانية ولكن المرة دي وليد سليمان اختل التوازن ولكن قام بد مرة تانية الأيمن، بداية قوية جدا جدا من النادي الأهلي اللي طبعا بيبحث عن اللقب رقم 11 ورقم قياسي جديد في تحقيق البطولة لثالث مرة بشكل متتالي. ادي
رايا وصفارة بيلعبوا على مصيدة التسلل رباعي خط الظهر للحرس الوطني بطل النيجر. ادي كرة لكن المرة دي الراية غير موفقة تماما. ده جاي يا راجل، جاي يا راجل من وضعية الحركة. عندك حق يا اكرم، عندك حق. اخطأ المساعد الثاني جيان مارك. جبريل ديوري عنده هدفين في دوري الابطال. كرة مرة تانية في قلب الملعب بتروح عند ايسوفو. ايسوفو بيلعب كرة عرضية مرة تانية ولكن علي معلول بالعقل يا ولد يرجع لعلي لطفي. النهاردة المشاركة السابعة لعلي لطفي في البطولات الافريقية ولقاء رقم 26 في مختلف البطولات. مليون 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 سلامة للأخطبوط محمد الشناوي. غيابات كتيرة جدا جدا أثرت على النادي الأهلي في لقاء الذهاب وأيضا أرضية الملعب وعدم الحماية من الحكم الغاني. أدي عصام الحضري موجود وأيضا شوقي عناصر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. المساعدين لكيروش كارلوس كيروش، عمرو السولية، إليو ديانج منتظر التحركات الأمامية. السولية إليو ديانج مرة تانية عند بدر بنون. هنشوف النادي الأهلي بعد ما تقدم بأول الأهداف عن طريق شريف هل يضيف الهدف الثاني. بنتمنى ان هو يفضل دايس بنزين. عايزين الثاني والثالث والرابع والخامس ونعمل حفلة النهاردة، حفلة كروية جميلة من النادي الاهلي صاحب اللقب في اخر نسختين. عمرو السولية، ايمن اشرف مرة تانية تحضير. المرة دي نقل فريق الحرس الوطني الضغط المتقدم لكن التوزيع الامامية سايدو اميسو اختفى واهتز من الهدف في الدقيقة 9. يطلع الكرة الى خارج الملعب. عنده 32 سنة، هو اللي لعب الثلاث لقاءات اللي خدهم فريق الحرس الوطني في دوري الابطال. ادي كرة عرضية مرة تانية لكن مش لحد، الى خارج الملعب رمي التماس. النهاردة النادي الاهلي بيلعب مباراته رقم 302 في دوري الابطال، عنده 154 انتصار. نشوف الكرة الامامية ديت عند اخطر اللاعبين جبريل ديوري. الكرة العرضية نخلي بالنا عدت من احد التبديلات واحد الاضافات اللي اضافها مع نهاية الشوط الاول صاحب القميص 20 دانييل اوكون. كان عمل تبديلين، نزل دانييل اوكون 20 وكوكو دومينو صاحب القميص رقم 10. النهاردة بيبدأ بيهم اللقاء. اكرم توفيق، إليو ديانج مرة تانية، بدر بنون، أيمن أشرف. الكرة الأمامية المرة دي أقوى من اللازم، سهلة عند الحارس سايدو أميسو. أدي بيتسو موسيماني 45 انتصار، 15 تعادل وخمس هزائم حتى الآن في مواجهة زكريا إبراهيم يحيى. محمد مجدي قفشة، أكرم دبل باص، ثنائية حلوة، مخطط صغير أم بي أكرم ومحمد مجدي قفشة. مرة تانية قفشة، هنشوف النهاردة هيقدم لنا إيه صاحب الجولدن تاتش. أيمن أشرف ضاغط
النادي الاهلي في اول ربع ساعه وتقدم بهدف. ادي كوره اماميه وادي كهربا وبيحطها حلوه وادي قفشه وجول جول 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 جول. وش السعد ووش الخير، محمد مجدي قفشه بيضيف الهدف الثاني اصدقائي بعد جمله ثلاثيه. مفيش اجمل من كده يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على وش العروسه الجميل والحياه الجديده الجميله بيعبر عليها. ولكن بص شوف كهربا بيقدم هدايا بابا نويل. لكن ادي الجمله الثلاثيه من علولو لكهربا على طول لمحمد مجدي قفشه. دي ما ترجعش يا جدعان، علشان محمد مجدي قفشه يزيد تقدم المارد الاحمر اصدقائي ويضيف ثاني اهداف النادي الاهلي في الدقيقه 17 في لقاء الاياب لدور ال 32 في مواجهه الحرس الوطني بطل النايجر. محمد مجدي قفشه بيسجل اصدقائي هدفه الافريقي رقم 7. كان عنده 6 اهداف في 23 مشاركه افريقيه. النهارده بيسجل زي محمد شريف اول اهدافه في النسخه الحاليه، هو هدفه رقم 7. ادي لها شيء، هدفين يدونا اطمئنان. وزي ما ساعدنا بالفارس الابيض بطل مصر نادي الزمالك بتاهله بالامس امام تاسكر الكيني برباعيه نظيفه وبمجموع اللقاءين 5-0، النهارده ان شاء الله هتكتمل سعادتنا بالنادي الاهلي في دوري الابطال وايضا بالنادي المصري البورسعيدي وبيراميدز فرسان كره القدم المصريه في دوري الابطال والكونفدراليه. الرأسة الحلوة اللي نتمنى ان احنا نشوفها كمان وكمان وكمان خلال هذا اللقاء. الاهداف بتدي ثقة. كوكو ديمينو كان عايز يرقص لكن ما يعديش قفشة. الاهداف بتدي ثقة وبتدي ارتياحية وبتطمعنا ان احنا نشوف مزيد من الاهداف. أكبر نتيجة حققها النادي الأهلي في دوري الأبطال كانت على اطلع بره 9-0. أدي كورة مرة تانية كهربا يا عيني على المثلثات، لكن المرة دي التوزيعة كانت قوية والفنت مش لحد. عمرو السولية اتضغط عليه المرة دي لكن بيرتكب خطأ لمصلحة موسى مودو. أدي موسى مودو صاحب ال 23 عام وايضا واحد من العناصر الاساسيه في تشكيله الحرس الوطني. حسن بوبكر بيلعب كوره بيتسو موسيماني. اول 17 دقيقه تقدم 2. دانييل اوكون بيلعب كوره ولكن على طول معلول مره تانيه تعدي للسولية. انتشار حلو جدا جدا لكن المره دي بتصل عند عبد الناصر شيبو اللي بيوزع عند عبد الحميد عبد الله. مره تانيه محاولات للسيطره والاستحواذ من جانب الحرس الوطني. عملوا ثنائيه لكن بدر المره دي بيحاول يعمل ابعاد. ادي الكوره العرضيه ايمن قلشها لكن علي لطفي موجود. أكرم توفيق بد أيمن أشرف مرة تانية علي معلول بدر بنون. حضراتكم عارفين الأندية المصرية صاحبة المقام الرفيع في البطولات الإفريقية وأيضا في دوري الأبطال. سبعة وثلاثين لقب للأندية المصرية في البطولات الإفريقية. النادي الأهلي 22 لقب، الزمالك 11، المقاولين العرب 3، الإسماعيلي 1. أدي كرة أمامية لكن راية وصفارة والمساعد الثاني جيان مارك مصطاد كهربا. أدي هاني
وادي الشحات اللي بيعود النهارده هو وقفشه، ابتدى يبقى فيه ابتسامه، لكن بالفعل كان كهربا متسلل. جيان مارك المساعد الثاني ماشي على سطر وبيسيب سطر حتى الان. ادي عبد الحميد عبد الله، كوره معديه المره دي عند جيان او جبريل ديوري، عدى وفات وبيركن، ولكن 10 على 10 عدى وفات جبريل ديوري اللي بقول لحضراتكم من 3 لقاءات عنده هدفين، هدف في لقاء الدور التمهيدي امام بوروندي وهدف في النادي الاهلي في لقاء الذهاب. ادي جبريل ديوري صاحب ال 28 عام، لكن علي لطفي 10 على 10 يا ولد، تقدم 5 متر وحمل الابعاد. ادي كوره مره ثانيه، السكند بول، بدر بنون بينظف ويشتت، وليد سليمان كنترول، مفيش اجمل من كده، يدي السيطرة والاستحواذ للنادي الاهلي. وليد سليمان، اكرم توفيق يخلصها بشياكة ومهارة لمحمد مجدي قفشة، يحطها لأكرم، نشوف كرة عرضية مرة تانية يا ولد لقفشة، عايز يعدي ولكن على طول بيطلع عثمان عبد الوهاب. عثمان عبد الوهاب احد السنتر باكس لفريق الحرس الوطني. ضغط وسيطرة من النادي الاهلي، واتنين لا شيء، هدف لشريف في الدقيقة 9 وهدف لمحمد مجدي قفشة في الدقيقة 17. كرة للأمام، ورايا وصفارة تسلل، ورام باباجي المساعد الأول، هنشوف اللقطة، تسلل من لقاء الذهاب، تسلل من زمان واضح تماما تماما، وآدي أخطر فرصة وأخطر لقطة لجبريلا ديوري، لكن علي لطفي طلع على خط الخمسة متر ونص، قفل المرمى ونجح ان هو يعمل التراي ويعمل الابعاد بتكنيك 10 على 10. وعندنا نجم كبير وعالمي كابتن احمد شوبير يقدر يتكلم في الانقاذ ده كافضل شيء. سايدو اميسو بيسلم عثمان، الكرة الامامية في اتجاه اللاعب موسى مودو، لكن مضغوط عليه. أعمار سنية، متوسط الأعمار السنية للحرس الوطني 24 عام، يدوب هو أكبر لاعب، هو قائد الفريق عثمان عبد الوهاب، عنده 35 عام هو وحارس المرمى عندهم سايدو أميسو، أيضا عنده 34 عام، ودراية وصفارة وتسلل جديد. النادي الأهلي ولاعبته إذا نجحوا في ضرب مصيدة التسلل هنشوف انفرادات وحلويات وقطايف ولطايف للصبح، خصوصا إن رباعي خط الظهر لفريق الحرس الوطني بيعمل مصيدة التسلل من إيه؟ من نص الملعب تقريبا. يا عيني على الكباري، الحاجات اللي كان بيطلبها نجومنا النهارده في استاد افريقيا، جماهير النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه عايزين نتيجه وعايزين اهداف، ودي كهربا، لكن رايه وصفاره وتسلل جديد. اعتقد وصلنا للتسلل الخامس او السادس، هنشوف الزملاء هيدونا الرقم كام، لكن في خطوه زياده، في خطوة زيادة، ولو في تأني وربط لاسلكي بين اللاعب اللي بيمرر واللاعب اللي بيتحرك هنقدر نعمل انفرادات، لأن احنا عندنا سرعات مش محتاجين الخطوة اللي بدري. بالفعل 5 تسللات حتى الآن، رمي التماس، النادي الأهلي 27 دقيقة متسيد،
اللقاء حتى الآن وملعب الأهلي والسلام النهاردة بيظهر بشكل جميل جدا جدا وبديع. الكل بيستعد لانطلاقة الدوري المصري الممتاز، ودي كورة المرة دي عند وليد سليمان. وليد سليمان بيسقط كورة عند كهربا، يسيبها لعلي معلول، ممكن نشوف عرضية حلوة لكن ما تعديش، بتخبط في حسن بوبكار وتتحول وتبقى ركنية. ادي حسن بوبكار صاحب ال 19 عام. ركنية لمصلحة النادي الاهلي اللي بيبحث عن ثالث الاهداف. هنشوف هتتنفذ ازاي الركنية الاولى. تقدم عمرو السولية، اتلعبت على طول الركنية على القائم الثاني لكن عدت وخرجت الكرة الى ركلة مرمى. ادي محمد شريف النهاردة بيسجل هدفه رقم 34 مع النادي الاهلي في مختلف البطولات، ولقاؤه النهاردة رقم 66. قلت لحضراتكم 301 مباراة للنادي الاهلي في دوري الابطال، كان عنده 473 هدف، بقينا 475 هدف، وان شاء الله طمعانين ان عداد اهداف النادي الاهلي الافريقي في دوري الابطال يرتفع كمان وكمان 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 خلال هذا اللقاء، لان النادي الاهلي يقدر. ايمن اشرف، هي نفس الكرة وهو التحرك الجميل، وادي محمد شريف، ولكن المرة دي بفرصة كبيرة جدا جدا، ولكن بينقذها ببراعة المرة دي سايدو أميسو، ولكن التمريرة الأمامية اللي بتضرب رباعي خط الظهر، وزي ما قلت لحضراتكم أي كورة هيبقى فيها تمريرة سليمة وتحرك منضبط في وعي بيضرب خط الظهر ويعمل انفرادات، لكن محمد شريف بيرفض الهدية وبيتألق حارس المرمى سايدو أميسو، وبيحرم النادي الأهلي من ثالث الأهداف وتاني أهداف اللافندي محمد شريف. لسه محمد شريف، الحاجات دي ما تضيعش أبدا أبدا، خصوصا في اللقاءات القادمة بمشيئة الرحمن، لكن بداية موسم جديد. ادي الدبابة المالية إليو ديانج، وادي ابو سليم، واحد من ريحة الحبايب والجيل الاسطوري للنادي الاهلي، وطبعا علي معلول صاحب الحلول وصاحب الارقام المضيئة جدا جدا مع النادي الاهلي، وده كهربا اللي منتظرين النهاردة ان هو يدوس على الزرار ويشغل الطيار. بيتسو موسيماني بيتكلم مع الحكم الرابع درامفير، واقع حارس المرمى سايدو أميسو. النادي الأهلي النهاردة بيلعب لقاء الإياب، حضراتكم عارفين إنه دور المجموعات إن شاء الله في شهر فبراير، لكن مع انطلاقة الدوري المصري الممتاز النسخة رقم 63 من بطولة الدوري في العام المئوي لاتحاد كرة القدم المصري أقدم الاتحادات الإفريقية، هيستعد لواحدة من الكلاسيكيات ومواجهة الدراويش في افتتاح بطولة الدوري اللي إن شاء الله نتفرج على كرة حلوة، خصوصا إن كل المفردات بمشيئة الرحمن متوفرة في الموسم والنسخة الحالية. أم حارس المرمى سايدو أميسو أكرم بلغة الفير بلاي، اللعب النظيف، بيطلع الكرة ويرجعها مرة تانية لفريق الحرس الوطني. عثمان عبد الوهاب بيلعب كرة للأمام،
الديانة الأكثر انتشاراً في دولة النيجر هي الديانة الإسلامية، علشان كده هتلاقوا أسماء كتيرة قريبة من الأسماء العربية، دولة من غرب إفريقيا بيطلقوا عليها الدولة الحبيسة لأنها متحوطة بسبع دول تقريبا من كل الاتجاهات. خطأ ضد كهربا، تتلعب على طول الضربة الحرة، مش عايزين نهدى بعد ما تقدمنا 2-0. صحيح المطلوب إثباته تحقق، لكن جمهور النادي الأهلي جمهور ذواق بيأمل في رؤية لاعبي النادي الأهلي دايما في أفضل ثوب وفي أفضل حلة في كل اللقاءات. مرة تانية أيمن، كرة عند عبد الحميد عبد الله، كانوا دايما بيبنوا عليه الهجمات الظهير الأيسر. رزاق سيني لعبد الوهاب، بيلعب كرة أمامية عند اللاعب حسن بوبكار، بيلعبها عرضية خطيرة ولكن بد، ويقدر علي لطفي ان هو يمسكها لانه مش مرجعها له، كان بيعمل عليها كنترول لكن بيصل فريق الحرس الوطني، ومش عايزين ندخلهم في اللقاء لان لو هدينا هيبدأوا يتجرأوا ويبدأوا يوصلوا للحارس علي لطفي. شفنا كورة جبريل ديوري، ودي كورة مرة تانية من الظهير الأيمن حسن بوبكار. محمود كهربا، وليد سليمان، جبريل يسيبها المرة دي عند جبريل ديوري، عايز يلعبها عرضية لكن شاط الأرض. وليد سليمان، محمد مجدي قفشة منتظر التحركات لكن يزقها لوليد سليمان. محمد مجدي قفشة عايز اللاعب من وضعية حركة، ادي كرة الكهرباء، هل فيها راية؟ فيها راية، فيها راية، والتسلل السادس اكيد هيتكلم بيتسو موسيماني ما بين شوطي هذا اللقاء على الخطوة الزيادة، وان كان اللقطة اللي فاتت دي فيها كلام، فيها كلام بقول لحضراتكم. المساعد الثاني جيان مارك ماشي على سطر وبيسيب سطر، في كرات صحيح تسلل لكن في كرات هنشوفها ان شاء الله مع خبيرنا التحكيمي الكابتن احمد الشناوي. ايمن اشرف، محمد مجدي قفشه المره دي هياخد خطا، ضربه حره. احمد امتياز هيرارال الحكم من موريشيوس، الحكم الدولي من 2006، ادار لقاء وحيد لكرة القدم المصرية الزمالك زيسكو في بطولة 2019، وكان موجود في دوري او بطولة الامم الافريقية. ادي جبريل ديوري اخطر اللاعبين، وادي كورة وهدف، ادي كورة وهدف، بقول لحضراتكم مش عايزين نتراجع، لكن جبريل ديوري اتحرك في ظهر علي معلول ويلعب كورة ما فيش اجمل ولا ابدع من كده، وان تاتش، هدف، هدف لمصلحة الحرس الوطني عن طريق اللاعب ايسوفو. انسى ايسوفو، ادي الكورة، لكن ده تسلل واضح جدا يا راجل، يا راجل، المساعد الاول ورام بابا جي، يعني التسلل واضح من جبريل ديوري لكن عملها 10 على 10، شاف ونشن وحط وان تاتش على طول بلمسة واحدة، بيسجل اول الاهداف ايسوفو للحرس الوطني علشان يزلل الفارق، وتصبح النتيجة اصدقائي في الدقيقة 35 2 النادي الاهلي 1 الحرس الوطني. تاني اهداف ايسوفو في دوري الابطال، كان سجل هدف التأهل الى دور ال 32. انسى ايسوفو امام بطل بوروندي،
2-1. محمود كهربا. النادي الأهلي أحد مشاكله الهامة في الموسم المنصرف هو عدم الثبات على رباعي خط الظهر والعدد الكبير من الأهداف الغير اعتيادية في تاريخ النادي الأهلي اللي استقبلها في بطولة الدوري المصري الممتاز. ويمكن أرقام بيتسو موسيماني صحيح النهاردة سجل هدفين، يبقى خلال ولايته خلال 66 مباراة لعيبة النادي الأهلي سجلت 133 هدف واستقبلت حتى الآن 51 هدف. سفارة ضربة حرة مباشرة لمصلحة محمد شريف، حط جسمه وياخد خطأ. آدي اللقطة وآدي التسلل، ده يا راجل بينك وبينه شبرين، بينك وبينه خطوة ونص، لكن ما شافش. أيضا شفنا الحكم الغاني دانييل لاريا في لقاء الذهاب تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لأكرم توفيق، لكن حسب التصريحات من رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف إن شاء الله الفار هيبقى موجود من مرحلة المجموعات. عبد الحميد عبد الله بيلعب رمية التماس، عبد الناصر شيبو بيعمل تمريرة خطأ، أدي كرة أمامية مرة تانية أطول من اللازم، عثمان عبد الوهاب، حسن بوبكار بيخبط الكرة في إليو ديانج اللي بيلعب النهاردة مباراته رقم 96. إليو ديانج، أدي زكريا إبراهيم يحيى، محمود كهربا، عمرو السلية تقدم للأمام، عدى وفات، عايز يعدي ويخترق، لازال دفاع الحرس الوطني بيعتمد على الدفاع الفلات على مصيدة التسلل. وحضراتكم عارفين ان مدافعي الفرق السمراء قليلة جدا جدا في الانضباط الدفاعي، الانضباط التكتيكي، وقفتهم داخل البساط. علشان كده زي ما بقول لو استغلنا وظبطنا وما خدناش الخطوه بدري هنقدر نعمل انفرادات ونقدر نسجل اهداف زي ما احنا عايزين. ادي ضغط المره دي من اكرم وخطا جديد لمصلحه النادي الاهلي ولمصلحه محمد مجدي قفشه. ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي ووصلنا مشاهدينا إلى الدقيقة 40. هنشوف الضربة الحرة والكل كان تحدث على ضرورة استغلال المواقف والكرات الثابتة، أحد السلبيات اللي ظهرت في الموسم الماضي. أدي الكرة العرضية المرة دي لمسة حلوة وأدي فرصة كبيرة وممكن جول، مش ممكن، مش ممكن، كرة مش عايزة، كرة اللي فاتت ديت عصت لاعبي النادي الأهلي، كرة بثلاث أرواح ثلاث أمواج هجومية من أجل تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي، ولكن الحارس تصدى والعرضة تصدى وأيضا سوء التوفيق وقف أمام لاعبي النادي الأهلي في تسجيل ثالث الأهداف. أدي كرة عند وليد سليمان خارج حارس المرمى وفي التحام، هنشوف القرار إيه. كارت أصفر لحارس المرمى، التحم وارتكب خطأ واعتبره الحكم أحمد امتياز هيرالال إنها مش فرصة مؤكدة، لكن
ده طرح وليد سليمان ارضا في اللقطه اللي فاتت ديت. اي كره مظبوطه ما فيهاش تسلل هيبقى فيها اهداف. ادي اللمسه الحلوه والاستغلال من بدر منون والمتابعه من كهربا، لكن الكره المره دي عملت بلياردو. ادي راسيه بدر وادي متابعه كهربا، مشيت الكره على وش العارضه ودخلت الى داخل البساط، ابعدها ببراعه شديده جدا جدا، لقاها بيني وبينكو سايدو اميسو. كره بدر بنون، فرصه كبيره للنادي الاهلي، ضربه حره مباشره، كره من مكان جميل. وليد سليمان عنده 20 هدف افريقي، وعلي معلول عنده 11 هدف افريقي. هنشوف الضربه الحره، رجع كل فريق الحرس الوطني. ادي علي معلول مسجل مع النادي الاهلي 31 هدف في 172 مباراة في مختلف البطولات، واقفين على خط واحد. وهنشوف ادي علي معلول بيحطها ولكن بترتد، ودي مرة تانية كهربا عايز يكرر لكن بيتعمل له بلوك قوي جدا جدا، لكن بيحرجم كهربا. وبيني وبينكم محتاج ان هو يصل الى مرحلة التهديف. الاهداف بالنسبة للمهاجم حاجة تانية خالص، وثقة وجمال واثبات للذات. علي معلول مرة تانية قفشة كورة ولكن مستقيمة، على طول يعمل لها ابعاد رزاق سيني صاحب 21 عام. بسم الله ما شاء الله، لعيب تكوينه الجسماني قوي جدا جدا رزاق سيني. مرة تانية كورة محمد مجدي قفشة، لكن في راية وسفارة والتسلل الثامن على النادي الاهلي في 44 دقيقة، رقم كبير. بدر بنون، عمرو السلية، محمد مجدي قفشة، اللعب السهل السلس. يا راجل ازاي دي تسلل؟ هنشوفها في الإعادة. بقول لحضراتكم المساعد التاني ماشي على سطر وبيسيب سطر، لكن المرة دي سطر صح. المرة دي علي معلول تسلل، المرة دي علي معلول برضه واخد الخطوة من بدري ووقع في مصادة التسلل علشان يبقى التسلل التاسع على النادي الأهلي. آدي إليو ديانج بيلعبها، لكن وليد سليمان خاف من التسلل العاشر. فريق رغم ان هو بيلعب في حدود الامكانيات المتاحه لديه، منظم، بيبحث عن المساحات، في فكره في ادائه، لكن الفروق واضحه تماما بينه وبين النادي الاهلي. إليو ديانج، وليد سليمان الاستلام اتصعبت عليه، ارتكب خطأ. لو كان استلم صح كان هيتفادى ان الكرة تعلى وان هو يرتكب خطأ. عندنا دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع مشاهدينا في لقاء الاياب دور ال 32 دوري ابطال افريقيا النسخة رقم 58. 2 النادي الاهلي، 1 الحرس الوطني. عايزين نوسع الفارق، وعايزين نلعب بإيجابية، وعايزين نمتع الجماهير الاهلاويه والمصريه بمختلف الانتماءات. حتى الان اداء متوسط واقل من المتوسط كمان، لان لاعبي النادي الاهلي عندهم اكتر من كده كتير وكانوا يقدروا يضعفوا النتيجه في احداث الشوط الاول. مره تانية جبريل ديوري، حسن بوبكار بدأ ينشط، مرة تانية إيسوفو،
عايز يسدد، لكن أيمن أشرف يعمل بلوك جيد ويطلع الكرة إلى خارج الملعب ركنية. علي لطفي بيسلم كل لعيب للمان بتاعه، وكوكو ديمينو بيقف في وش علي لطفي، عشان كده أحمد هيرالال حكم اللقاء بيمنع الشد والجذب والبلوكات وحج اللاعبين لحارس المرمى. ادي كوكو دومينو ايضا كان بديل ونزل ما بين شوطي اللقاء في لقاء الذهاب، النهارده بدا بيه. اتلعبت على طول الركنيه، اليو ديانج قافل القائم الاول مره تانيه على طول، ابعاد من ايمن، محاولات للضغط، بيسترد الكرة والسكند بول فريق الحرس الوطني، لكن التوزيع الأمامية أقوى من اللازم، وركنية تالتة لفريق الحرس الوطني اللي بيلعبها بسرعة. هذه كرة عرضية وخطيرة جدا جدا، خطيرة جدا جدا، والأهلي أقل على الصعيد الدفاعي وحوارات مع حكم اللقاء. عايزين نركز، عايزين ناخد الامور بمنتهى الجدية، لان هدف تاني هيحطنا في ازمة وورطة حقيقية. ادي لقطة الهدف اللي سجله فريق الحرس الوطني، هدف الدي 34، لكن بيني وبينكم من تسلل واضح من البداية، واعتقد في هذه الأثناء أصدقائي المشاهدين حكم اللقاء بيطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 2-1 إلى الملتقى مع بداية أحداث الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي. أما الآن فإلى نجم الإعلام الكابتن أحمد شوبير ونجوم مصر الكبار، فإلى هناك. شكرا للنجم الكبير كابتن احمد شوبير، والشكر ايضا موصول نجوم التحليل كابتن تامر صقر، كابتن احمد حسن، والكابتن محمد فضل. شوط اول اصدقائي مش مبسوطين رغم تقدم النادي الاهلي 2-1، نتيجه حتى الان في صالح طبعا النادي الاهلي، لكن حج المنافس وطريقه الاداء وما قالت اليه المباراة بعد 45 دقيقة مش مخليانا في أحسن الأحوال. عموما لحظات أصدقائي، وتنطلق 45 دقيقة الحاسمة الفاصلة في حوار ما بين بطل إفريقيا النادي الأهلي وبطل النيجر فريق الحرس الوطني من أجل بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا النسخة رقم 58. هنشوف تعليمات وتوجيهات بيتسو موسيماني. نادي الأهلي 10 تسللات، رقم كبير جدا جدا في أحداث الشوط الأول. فرص بالجملة ضائعة، كارت أصفر من حكم أحمد امتياز هيرالال لسيد عبد الحفيظ للاعتراض ما بين شوطي هذا اللقاء. شفنا مع زملائنا ان الهدف اللي سجله الحرس الوطني هدف صحيح 100%. يمكن اثناء تعليقي قلت الراجل متسلل، لكن بالاعاده وفي الاعاده افاده، هدف صحيح 100% رغم كل الحوارات، لكن يبقى قرار الحكم هو السليم. وزي ما شفنا فريق الحرس الوطني عنده كثافة هجومية، وحتى الآن بيلعب على مصيدة التسلل. محمد شريف سجل هدف وأضاع هدفين مؤكدين في أحداث الشوط الأول. عموما القصة لا زالت لها كمالة في أحداث الشوط الثاني، وتعودنا دايما إن احنا ما نحكمش أبدا أبدا على قصة كروية إلا مع سطور النهاية حتى تتضح الصورة لينا. لكن شوط أول مش مبسوطين، لكن الأهلي متقدم حتى الآن
على الفريق الحرس الوطني بطل النيجر 2-1 بهدفي شريف وأفشا. لحظات أصدقائي شايف بدون أي تبديلات أو تعديلات نزل لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب، لكن لسه في إشارة من حكم اللقاء، لا في تبديل اللاعب اللي كان بدأ لقاء الذهاب وأصيب، صاحب القميص رقم 2 عبدو إتجانا هينزل بديلا، شايف رقم 9 اللي هو أخطر لاعب جبريل ديوري، هل فعلا هو اللي هيخرج؟ بالفعل أكيد عنده إصابة، وبالفعل خروجه كده وهو بيزك لأنه أفضل لاعب حتى الآن تابعناه من خلال لقاء الذهاب والخمسة واربعين دقيقة اللي اتلعبت في لقاء الإياب، هيخرج وهينزل اللاعب عبدو إتجانا، كان واحد من الأساسيين في لقاء الذهاب وخرج للإصابة، هينزل في أول التبديلات والتعديلات من زكريا إبراهيم. على بركة الله أصدقائي هنظبط الساعات ونبدأ نتابع أحداث الشوط الثاني، لقاء الإياب دور ال 32 دوري أبطال إفريقيا. أول الأخطاء لمصلحة النادي الأهلي، عمرو السولية، أيمن أشرف، أفشة، لمسة حلوة ذكية، ممكن الهدف الثالث، لكن الزقة المرة دي من وليد سليمان أعلى من الاتنين متر، ولكن بقول لحضراتكم بيلعبوا على خط واحد دفاع الحرس الوطني، التمريرات المباشرة والذكاء والمكر والدهاء وهي جزء لا يتجزأ من مفهوم كرة القدم، هنعمل انفرادات وشفنا انفرادات، لكن المرة دي وليد سليمان صاحب العشرين هدف إفريقي وصاحب ال 73 هدف مع النادي الأهلي في 294 مباراة، بيهدر أول فرصة لمصلحة النادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني. الأهلي يقدر، ما عندناش شك إنه يقدر إنه هو يزود غلته من الأهداف زي ما هو عايز. سلسلة من اللقاءات بتنتظر النادي الأهلي، أدي خطأ في التحضير بدر بنون، لعب بمبدأ الأمان لكن كان عنده الوقت إنه يتصرف أفضل من كده، ضغط المرة دي على إيسوفو صاحب هدف الحرس الوطني في الدقيقة 35. أيمن أشرف، محمد شريف بيلمس عند وليد سليمان، 2-2، يحطها حلوة المرة دي عند محمد شريف، ممكن يعدي، وأعتقد ركلة الجزاء، أعتقد ركلة الجزاء، لكن أحمد هيرالالا حكم اللقاء، أحمد امتياز صاحب 39 عام، وبيني وبينكو ما فيهاش حاجة، محمد شريف هو اللي علق رجله في قدم الحارس أو في ساق الحارس سايدو أميسو، قرار موفق من حكم اللقاء. أكرم توفيق الضغط على أفشة مرة تانية، ضغط أكرم اللي كان كلمة السر ومفتاح النادي الأهلي للوصول إلى الهدف الأول، الضغط، اللعب برجولة، كرة المرة دي بيقع علي معلول، خد كوع على الماشي لكن في إشارة باستمرار اللعب، دومينو بيلعبها عند موسى مودو بيحطها، ودي محاولة للتسديد لكن بترجع مرة تانية من عبد الناصر شيبو، محاولات هجومية، ادي اللاعب البديل عبدو إتجانا بيلعب عرضية، بدر المرة دي بيستغل الطول وال 193 سنتي ويعمل ابعاد، اكرم توفيق، محمد شريف عدى وفات، وفي فدان ارض في نص ملعب الحرس الوطني لكن عايزين نستغله، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة بياخد، تقدم علي معلول،
بيظبط وعايز يلعب العرضية، لكن عرضية بتخبط في عبد الحميد. لازال متأثر علي معلول في الالتحام اللي فات مع كوكو دومينو. علي معلول منتظر التحركات بعد ما مرت اول 5 دقايق مشاهدينا من عمر وزمن الشوط الثاني. 2 الاهلي 1 الحرس الوطني. ادي علي معلول العرضيات ابعاد مره ثانيه، هم بياخدوا الريباوند وبياخدوا السكند بول. الكره الثانيه ضربه حره مباشره، وادي عبد الحميد، وادي اللقطة والكرة اللي عدى شريف وكان عايز ياخد ركلة جزاء لكن ما كانش فيه خطأ. لقاء الذهاب في ملعب الجنرال سيني كوناتشي بالنايجر كان شهد حضور جماهيري 7500 مشجع. ادي كهربا، لكن الاستلام تفرق كتير جدا جدا. لو كنترول حلو كنا هنشوف لقطة مضيئة جديدة للنادي الاهلي في هذا اللقاء، لكن لسه الحلو مكملش من لعيبة النادي الاهلي. سفارة ضربة حرة مباشرة لمصلحة موسى مودو، تبديل وحيد حتى الان لمصلحة الحرس الوطني بطل النايجر. لسه بيتسو موسيماني لازال محتفظ بال11 لاعب اللي بدأ بيهم اللقاء. رمي التماس حسن بوبكار يحطها مرة تانية في القلب عند رزاق سيني. عبد الحميد الكرة الأمامية، أدي كنترول، استلام من إيسوفو، كرة قطرية لكن مأمن علي معلول، يرجع لعلي لطفي. لا يسأل عن الهدف علي لطفي بل أجاد وتألق في كرة جبريل ديوري. بدأنا نسمع الأعداد القليلة، العب يا أهلي، ودي كرة أمامية وممكن المتابعة، لكن استغل سايدو أميسو مساحة 16 متر ونص. كرة عدى بيها اتجانا وعايز يعدي مرة تانية من بدر بنون، لازم يبقى تدخلاته أقوى من كده بدر، لكن المرة دي في خطأ لمصلحة النادي الأهلي. أكرم توفيق، بدر بنون، محمود كهربا بياخد خطأ من تدخل اللاعب حسن بوبكار. تدخل واضح في مخالفة، كان في كارت في أحداث الشوط الأول لحارس المرمى للحرس الوطني في كرة وليد سليمان. علي معلول، بدر بنون، أيمن أشرف. محتاج النادي الأهلي يسرع الريت. أكرم توفيق بيدخل إلى قلب الملعب. إليو ديانج بياخد من عمرو السولية لكن اتضغط عليه. بدأوا في الدفاع والرقابة ولازال النادي الأهلي بيلعب على التمريرات الطولية لضرب مصيدة التسلل. ادي علي معلول هيلعب عرضية المرة دي على القائم الثاني، ولكن رزاق سيني من اعلى نقطة يعمل ابعاد. ايمن مرة تانية بيوزع عند وليد سليمان، لما كورت وليد عايز يعمل هات وخد مع علي معلول، لكن بيعمل ترقيصة وبياخد ضربة حرة مباشرة من تدخل موسى مودو. بيتسو موسيماني لازال بيتابع اللقاء، ودي تاني التبديلات، هينزل صاحب القميص رقم 7 جيبولي ويلفرد بديلا
لكوكو ديمينو أيضا، واحد من اللعيبة اللي بدأت في لقاء الذهاب. هو بيدور في فلك تقريبا 14 أو 15 لاعب. المدير الفني زكريا إبراهيم، هذه خرج دومينو ونزل ويلفرد، ضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي، كرة تقريبا على بعد 22 متر. هنشوف ثلاثي أهلاوي على التنفيذ وتقدم لبدر بنون، هل تتسدد ولا تتسقط؟ ادي كرة وتسديدة حلوة، تسديدة حلوة جدا جدا أرضية، وحارس المرمى سايدو أميسو حتى الآن متواضع بيني وبينكم، حتى الآن ادي ردة الفعل بطيئة جدا جدا بعد الكرة، بعد الكرة تقريبا ما عدت وخبطت في الإعلانات وقع وعمل التراي. علي لطفي هيبدأ من جديد، أيمن أشرف، علي معلول، بدر بنون، وليد سليمان، كلها تمريرات، وأول من النادي الأهلي بيبقى على مشارف وسط الملعب، كل فريق الحرس الوطني بيرجع، لكن دايما سايبين جاب ما بينهم وبين حارس المرمى نقدر نشتغل فيه ونقدر نسجل زي ما احنا عايزين، لكن لسه الفينيشنج، النهاية السعيدة. اللي قلت لحضراتكم ان النهاية في كرة القدم الحديثة ما اصبحتش اخر لمسة، ولكن اصبحت اخر لمستين. ادي كرة عرضية، وادي مرة تانية كهرباء، وادي كرة مش ممكن مش ممكن مش ممكن، ولكن في اعتقد تسلل ورايا جديدة وتسلل جديد على لاعبي النادي الاهلي. ادي الكرة والتسلل واضح تماما تماما على شريف، هل ده قل التركيز ولا ايه؟ مش عارف. حداشر تسلل، رقم كبير جدا جدا. تماس لمصلحة النادي الأهلي وبيتسو موسيماني، حتى الآن لم يلجأ إلى قطع الغيار، ولم يلجأ حتى الآن إلى دكة البدلاء. قلت لحضراتكم عقب انتهاء لقاء اليوم هيقفل النادي الأهلي صفحة دوري الأبطال، وهيبدأ دوري الممتاز ولقاء أمام الدراويش يوم الأربع. عمرو السلية الكرة الأمامية، أفشى كنترول وعمل ترقيصة حلوة، ودي جول 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 جول. هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده المطلوب إثباته، هو ده الكلام، بشيء من العقل وبشيء من التركيز والمهارة، وكل المفردات دي موجودة، اللمسة الحلوة والرؤية الحلوة والمهارة. والعريس محمد مجدي أفشه بيسجل ثالث الأهداف للنادي الأهلي في الدقيقة 57 علشان يدينا الأمان ويدينا الاطمئنان، ما فيهاش لا راية ولا صفارة يا عيني على الترقيصة. صفروا صفروا النايجر في اللقطة اللي فاتت ديت، وفكر وبص وركن محمد مجدي قفشه علشان يسجل ثالث لجوان لمصلحه النادي الاهلي، وتاني اهداف محمد مجدي قفشه في هذا اللقاء. 3-1 بيرفع النادي الاهلي تقدمه في هذا اللقاء، تقدم منطقي جدا جدا، ولازلنا ننتظر المزيد. ودي كره، ولكن اتصعبت محمد شريف علاها وخلى وليد سليمان يلتحم مع الحارس، لو على الأرض كان هيبقى شكل تاني، لكن سلامات سلامات لأبو سليم. ها
هنشوف اللقطة مرة تانية. هو اختل التوازن وحارس المرمى طالع على الكورة التحم معاه وأصابه غصب عنه في اللقطة اللي فاتت ديت، لكن لو كان حطها له على الأرض محمد شريف كان سهل له المهمة تماما تماما. أدي المدير الفني لمنتخبنا الوطني كارلوس كروش اللي بيتابع اللقاء. عندنا مهمة بمشيئة الرحمن في شهر 11. ادي لقطة الهدف الثالث، حلوة الترقيصة، فتح المسألة، وبالعقل وبالذكاء. مش مهم ان انت تستخدم القوة، لكن العقل، العقل حلو والعقل زينة. ومحمد مجدي قفشة الجولدن تاتش صاحب اللمسة الذهبية بيضع ثالث أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 57. تسلم رجليك، أدي فرحة بدلاء النادي الأهلي. محمد مجدي قفشة حلوة الدنيا ووش العروسة النهاردة جميل جدا جدا على جماهير النادي الأهلي وعلى محمد مجدي قفشة. أكتر واحدة طبعا سعيدة بتسجيل قفشة للأهداف في أول لقاء بعد الزواج. آدي اللقطة، اختل التوازن، خدوا واحدة والتانية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، سلامات لوليد سليمان اللي بيحاول ان هو يستعيد مستواه من جديد. علشان كده دايما الالتحامات مع حارس المرمى بتبقى مزعجة للاعب كرة القدم، لكن بيني وبينكو حارس المرمى كان بيلعب على الكورة ولم يتعمد الإيذاء في اللقطة اللي فاتت. آدي زكريا إبراهيم يحيى، حسين الشحات بيستعد علشان يبقى أول التبديلات. سلامات لحسين، كان غايب للإصابة. يا ساتر يا ساتر، سلامات يا وليد، ألف لا بأس. خد واحدة في رقبته أو في أسفل الوجه، صعبة جدا جدا. سلامات 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 لوليد سليمان اللي بقول لحضراتكم واحد من جيل عزيز جدا جدا على قلوب جماهير النادي الأهلي، جيل من أجيال النادي الأهلي العظيمة اللي كان مسيطر على الأجواء محليا إفريقيا. حسين الشحات بيستعد للقاء رقم 108 مع النادي الأهلي واللقاء رقم 31 إفريقيا. سلامات لوليد سليمان، هيخرج في أول تبديل اضطراري وليد، وهينزل حسين الشحات. إن شاء الله نطمئن على وليد سليمان، وزي ما بنقول مستشفى النادي الأهلي مفيش سرير فاضي، لكن لعنة الإصابات دايما هي اللعنة الأبرز للاعب كرة القدم رغم الشهرة والأموال والأضواء وزي ما انت عايز تقول، لكن الإصابة ممكن تعمل حاجات كتير جدا جدا في مسيرة أي لاعب. النهاردة يمكن محمد محمود موجود على دكة البدلاء، غايب من يناير 2019. إليو ديانج، بدر بنون اتضغط عليه، علي لطفي، الكرة الأمامية في قلب الملعب، المرة دي كنترول لكن فيها مبالغة جدا جدا من شريف. إن شاء الله مع بداية دور المجموعات النادي الأهلي هيقدر يأيد اللعيبة الإضافات الجديدة اللي أضافها النادي الأهلي إلى قوامه إلى الإسكواد. حسام حسن، بيرسيتاو، ميكيسوني، كريم، وأيضا أحمد عبد القادر وعمار. ودايما في البطولات خطوة خطوة
ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك تصنع المستحيل. والأهلي صنع 10 ألقاب في دوري الأبطال. أدي كرة أمامية وأدي كهرباء، المرة دي مفيش راية. يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلويات، يا عيني على الحلويات من كهرباء وحسين الشحات. ورابع الأهداف، رابع الأهداف، لكن قصة وحكاية وأغنية ورواية، رواية جميلة من لاعبي النادي الأهلي في الدقيقة 64 علشان تكتمل الرباعية، الرباعية للمارد الأحمر وحسين الشحات في أول لمسة وأول ظهور ليه بعد ما خد الإذن. لكن بص شوف كهربا وجمال كهربا، لكن المهارة، وحسين الشحات جسمه قليل اه لكن نينجا، وزي ما حضراتكم عارفين بص شوف التوقيفة، صفروا صفروا العاصمة نيامي علشان الشحات والحلويات والمهارات. والنادي الأهلي يسجل رابع أهدافه على الحرس الوطني في الدقيقة 64. قلت لحضراتكم الأهلي يقدر، وبالفعل يقدر. هدفين مع بداية أحداث الشوط الثاني بيرفع النادي الأهلي تقدمه كمان وكمان وكمان، ويسجل رابع الأجوان حسين الشحات. الهدف الإفريقي التاسع لحسين الشحات في لقائه رقم 31. ودايما حسين الشحات بيقدم لنا في بطولة إفريقيا أهداف بديعة جدا جدا. أفكركم ولا فاكرين؟ فاكرين، لأن أهداف حسين الشحات فيها لمسة وفيها طابع جميل جدا جدا، يدل على المهارة وحسن التفكير والذكاء. بيتسو موسيماني محتاج ان هو يثبت ويعيد التفكير في المنظومة الدفاعية للنادي الأهلي. ادي ابو سليم، سلامات يا ابو سليم، سلامات ومليون مليون سلامة، مليون مليون سلامة، ولقطة حلوة جدا جدا تستحق الإشادة من مخرج اللقاء، لأن جماهير وليد سليمان كبيرة وعظيمة، وأيضا لأهل وأصدقاء وأحباب في عقر داره في محافظة المنيا عروس الصعيد وفي كل ربوع مصر المحروسة. واحد من النجوم الكبيرة جدا جدا وليد سليمان. لقطة حلوة تطمننا عليه، واقف على رجليه. أربعة واحد، نبتدي نتفرج على اللقاء واحنا هادين ومزاجنا بقى عال. وادي وليد سليمان مع طبيب النادي الأهلي بيطمئن عليه وعلى تركيزه وعلى مدى قدرته ووعيه بالموقف، لأن الخبطة كانت في منطقة الوجه، وأفضل قرار إن تم إراحته. تبقى سلامة اللاعبين هي أهم شيء في لعبة كرة القدم ومهمة الجميع. الحرس الوطني اللي بيكافح من أجل مواجهة بطل إفريقيا النادي الأهلي ليه كل الاحترام والتقدير، بيلعبوا في حدود الإمكانيات المتاحة لديهم، لكن لسه بينقصهم الكتير من الخبرات. 26 بطل استطاعوا إنهم يفوزوا بلقب دوري الأبطال في 57 نسخة، والنسخة الحالية هي أقوى نسخة لأن فيها عدد كبير جدا جدا من الأبطال. يمكن أكبر مفاجأة حتى الآن خروج تي بي مازيمبي اللي عنده 5 ألقاب. حسين الشحات اللي قدم لنا لقطة بديعة جدا جدا في أول لقطة وأول لمسة. أدي حسين هدفه رقم 29 في مختلف البطولات مع النادي الأهلي ورقم 9 في البطولات الإفريقية. لكن محمود كهربا عمل تمريرتين أسيست، مفيش أجمل من كده. وكنت لسه بقول لحضراتكم
ان الفينيشنج النهاية في كرة القدم الحديثة بيتم احتسابه على اخر لمستين. وادي عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على العقل. محمود كهربا اخيرا يدوس الزرار ويشغل الطيار ويجي النور ويبدد الغيم. وبعد الغيم غيم ايه؟ بعد الجون ربيع وزهور. اخيرا محمود كهربا بعد فينيشنج مرتين وتمريرات اسيست. بص شوف محمود كهربا بالعقل بالعقل من على بعد 22 متر بيركن كرة بيحطها بلياردو. يا عيني يا عيني عليك محمود كهربا بينتزع الهدف الخامس مشاهدينا في الدقيقة 69 علشان تبقى 5-5 لمصلحة النادي الأهلي وفرحة كبيرة من لاعبي النادي الأهلي بهدف كهربا لأنه كان محتاج زي ما قلت لحضراتكم في الشوط الأول إن هو يسجل. وبالفعل أخيرا بعد الاجتهاد بيجي التوفيق من عند الله. وبالفعل ذهب الاجتهاد وذهب التوفيق لمن يستحق في الدقيقة 69 وكهربا يسجل خامس الأهداف للنادي الأهلي. المزاج بقى حلو و5-1 نتيجة كثيرا ما تكررت في مشوار النادي الأهلي بطل إفريقيا في دوري الأبطال. ومحمود كهربا بيسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع النادي الأهلي في لقاء رقم 14 وهدفه رقم 17 في مباراته رقم 62 في مختلف البطولات. بنقول أرقام وبنقول عدد الأهداف لأن البصمة مهمة جدا جدا لكل اللاعبين خصوصا وانت بتلعب في النادي الأهلي. كرة مرة تانية دبل باس ودي الجملة الثلاثية لكن راية وسفارة والتسلل رقم 12 جديدة علينا ان احنا نحسب عدد التسللات. يا عيني عليك ولد يا عيني عليك ولد. قلت لحضراتكم القوة أحيانا مفيدة لكن العقل زينة. العقل زينة والعقل فيه عينين زي باطن القدم في لاطة محمود كهربا. شايف حلو وراكن حلو ونشن على القائم الأيمن اللي تعاطف معاه علشان يسجل خامس أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء. كان فين؟ كان فين هواك من بدري يا كهربا؟ كان فين؟ كرة مرة تانية للأمام من اللاعب البديل إجانا. شفتوا حضراتكم بعد الهدف الثالث والرابع والخامس أداء الحرس الوطني اختلف تماما تماما عن الشوط الأول. هي المباريات اللي فيها تفاوت في المستوى مع تقديرنا واحترامنا لبطل النيجر لكن تسجل أهداف بتنتزع الثقة وتحسس المنافس ان النهاردة ليس هناك مجال للتنافس وبذل الجهد. كرة مرة تانية قطرية حسين الشحات وكرة عرضية ولكن في راية في راية والتسلل رقم 13 على النادي الأهلي. تسلل على حسين الشحات. ادي لحظة نزول حسين الشحات النينجا نينجا النادي الاهلي. ميشيل يانكون بيتكلم على الكرات القطرية الكرات الامامية اللي نجح النادي الاهلي وكان يقدر ينجح كمان وكمان في اضافة المزيد من الاهداف والاجوان. ادي اللقطة اللقطة الجميلة هدف رابع عالمي من حسين الشحات وتمريرة اسيست على طبق من الماز من محمود كهربا. عبد الحميد عبد الله مرة تانية بيرجع لإيسوفو. رزاق سيني إيسوفو التمريرة الأمامية مش لحد ما تلاقيش إلا أكرم. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن زي ما حضراتكم عارفين كأس العالم
للأندية إن شاء الله في أرض الخير بالإمارات. أدي كورة أمامية مرة تانية، ولكن الكنترول ما لحقهاش، ما قدرش يسيطر عليها كهربا. كلها كرات بفرص وانفرادات وقدرات الأهلي، والفروق واضحة تماما داخل المستطيل الأخضر. شايف تبديلين للنادي الأهلي بيستعدوا للنزول، هنشوف أفكار موسيماني إيه. أدي كرة أمامية مرة تانية، ولكن راية وصفارة وعدد كبير جدا من التسللات، عدد كبير جدا، لكن درس كبير في كيفية كسر مصيدة التسلل. هنشوف حمدي فتحي، وهقول لحضراتكم تاريخ مصيدة التسلل في عالم كرة القدم، لكن نشوف حمدي فتحي هينزل بديلا لمين. تاني التبديلات والتعديلات، ادي حمدي الشبح، هالمكان إليو ديانج، وشايف طاهر هينزل بديلا عمرو السولية، هو اللي خرج ونزل حمدي فتحي. تاني التبديلات والتعديلات، وايضا شايف تبديل من زكريا ابراهيم، تبديلين 15 و29. خرج شريف ونزل طاهر، ونبدأ نشوف تبديلات وتعديلات الحرس. هينزل إليو دادي رقم 15، إليو دادي، وهينزل أيضا صاحب القميص رقم 29 عبد الكريم مامادو. خرج دانيال أكون، أربع تبديلات حتى الآن، ودي خطأ جديد ضد إيسوفو. أدي ترقيصة أكرم اللي بيزداد جمال وبهاء وثقة، وعمل جسر كبير بينه وبين جماهير النادي الأهلي بأدائه وبصمته ورجولته سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخبنا الوطني. خرج مامادو موسى مودو، ونزل اللاعب عبد الكريم مامادو صاحب القميص رقم 29. زي ما بيبلغني زملائي في الإعداد، بحثاً عن مزيد من الاطمئنان لكل عشاق ومحبي وليد سليمان، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي قرر ان وليد سليمان لابد ان هو يذهب الى اقرب مستشفى لملعب اللقاء لاجراء الفحوصات والاشعاعات للاطمئنان على وليد سليمان. قرار 10 على 10. ادي فرصة خطيرة وابعاد من علي لطفي، قفل وتسديدة قوية، ولكن بينقذها المرة دي لاعب الحرس الوطني. بدأ ينشط من جديد الحرس الوطني في محاولة لتذليل الفارق بعد ما رفع النادي الأهلي نتيجة اللقاء إلى 5-1، لكن أكرم موجود، وأدي تدخل على طول من اللاعب الجديد البديل عبد الكريم مامادو. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي، وصلنا للدقيقة 78. بيتسو موسيماني دفع بطاهر مكان شريف، وحمدي فتحي مكان السولية، والتبديل الأول كان اضطراري بخروج وإصابة وليد سليمان والدفع بحسين الشحات. عبد الكريم مامادو، لكن الجندي المعلوم سلامات يا أكرم، بيلعب برجولة في كل مكان وفي كل تدخل. النهاردة أكرم توفيق بيلعب لقاء رقم 57 مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، ولقاؤه رقم 13 في البطولات الإفريقية صاحب 23 عام. محمد مجدي أفشة لعيبة النادي الأهلي المفروض دلوقتي تلعب السهل،
تتفادى الالتحامات، تتفادى الإصابات. بيتسو موسيماني يقدر يزود استفادته من هذا اللقاء بتجربة بعض اللاعبين. بلا شك كل الناس وأنا واحد منهم وأيضا نجوم الاستوديو التحليلي كلنا بنتمنى ان احنا نشوف ولو لدقايق قليلة جدا جدا الولد الشقي محمد محمود علشان نقول له مليون 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 سلامة لعودتك للمستطيل الاخضر. بدر بنون بنلعب في اخر 10 دقايق. حسين الشحات اضاف عايز يعمل ترقيصة لكن عبد الكريم مامادو بيعمل ابعاد. ادي مخرج اللقاء كأنه سمعني وكأنه متابعني وكأن احساسنا واحد ودايما احساس جماهير الكورة واحد. عشان كده جت اللقطة على الولد الشقي الولد المحبوب محمد محمود ودي كرة راسية يا راجل يا راجل. حمدي فتحي ضربة راسية كان يقدر يسجل السداسية. فريق نيوكاسل الانجليزي من خلال ظاهري فرانك هازار بيس وبيل ماكركين اول من استخدم مصادة التسلل وعملوا 6 لقاءات انتهت بالتعادل السلبي خلت الاي اف اي بي الانترناشونال فوتبول اسوسيشن بورد الجهة المنوطة عن تغيير قوانين كرة القدم انها تغير قانون التسلل. تخيلوا حضراتكم ان الظاهرين لفريق نيوكاسل الانجليزي هما بعد ما كانوا بارعين في نصب مصادة التسلل. انا بتكلم على بداية ونشأة الكرة ده في سنة كام؟ في سنة 1925 اجبرت الاي اف اي بي انها تغير قانون كرة القدم وتغير قانون التسلل. ادي اللقطات والتمريرات الاسيست من كهربا لمحمد مجدي قفشة وكان تاني الاهداف ودي تالت الاهداف للنادي الاهلي. ده الهدف التاني كهربا لقفشة جول علشان العريس يسجل اول اهدافه بعد حياة جديدة سعيدة ومديدة بمشيئة الرحمن. مليون مبروك لقفشة. ركنية وشايف محمود وحيد هيبقى رابع التبديلات والتعديلات. بيتسو موسيماني هيدي فرصة لوحيد اكيد بديل علي معلول. لعبة الركنية للخلف مرة تانية كورة عند الشحات. الشحات بيرجعها ودي تسديدة ولكن في راية وصفار. بقول لحضراتكم رقم قياسي في لقاءات النادي الاهلي للوقوع الى مصادة التسلل. علشان كده قلت لحضراتكم يعني ازاي تم تغيير قانون مصادة التسلل عام 1925. كان الاول 3 وبقى 2 فقط. في كارت اصفر للاعتراض هل لبدر بنون اعتقد للاعتراض. هيخرج علي معلول وهينزل محمود وحيد وشايف رامي ربيعة رامي رجولة هينزل بديلا لبد خد كارت مجاني. بد رامي هيلعب مباراته رقم 205 ومحمود وحيد هيلعب لقاءه رقم 35 في مختلف البطولات. وكده بيتسو موسيماني استنفذ ال5 تبديلات والتعديلات وما عندناش حظ ان احنا نشوف محمد محمود. ادي كرة امامية وتسلل لكن المرة دي في اشارة باستمرار اللعب. ضربة حرة غير مباشرة نتيجة التسلل. وحكم اللقاء بيظبط مع لاعبي الحرس الوطني
مكان الخطأ. إليو ديانج، كرة عند حسين الشحات، تمريرة دبل باس أفشى للشحات، يرجع مرة تانية لأكرم، عدى أكرم ومرة تانية بتعدي الكرة من اللاعب البديل صاحب القميص رقم 15 إليو دادي، لكن بتنتهي بتماس. سيطرة واستحواذ كامل، واللعب في الشوط الثاني في اتجاه واحد، اتجاه الحارس لفريق الحرس الوطني. يمكن شفنا لقطة وحيدة أجاد فيها علي لطفي الإبعاد، كانت خطيرة على النادي الأهلي، لكن توالي الأهداف كان مهم جدا جدا، ويمكن ده اللي كنا بنطالب به لاعبي النادي الأهلي من الشوط الأول، إن أنت إذا هبت رياحك فاختنمها. خلص اللقاء من الشوط الأول، سجل على قد ما تقدر، هتسهل المسألة تماما تماما عليك طوال التسعين دقيقة، لكن طول ما انت حاطط المنافس في دائرة التنافس وفي دائرة الممكن هيبحث عن إثبات الذات. هنبدأ نلعب في آخر خمس دقايق اللقاء، بلا شك انتهى إكلينيكيا لمصلحة بطل إفريقيا وبطاقة تأهل لكرة القدم المصرية في دوري الأبطال بعد تأهل الزمالك بالأمس وكان أول المتأهلين. أدي كرة داخل المنطقة ولكن على طول علي لطفي، واقع لاعب داخل البساط بيوقف اللقاء، أحمد امتياز هيرالال حكم اللقاء من موريشيوس، وبيطمئن عليه. وآدي بدلاء ولاعبي فريق الحرس الوطني، آدي الكرة هنشوف مرة تانية، لمسة راسية لكن محدش التحم معاه، نزل له الجهاز الطبي. البطولة في النسخة 58 شارك فيها 54 فريق بيمثلوا 42 دولة، في 14 دولة في قارة إفريقيا لم تشارك في دوري الأبطال. أدي اللقطة الحلوة، اللقطة اللي فيها مهارة وفيها بهارات وفيها مهارات من حسين الشحات وأيضا من محمود كهربا. أدي الفرحة حلوة والانبساط والدلع والأهات، والنادي الأهلي استثنائي في كل شيء، يهوى تحطيم الأرقام وشامخ مثل الأهرام، مقولة بيرددها جماهير النادي الأهلي في كل مشاركات النادي الأهلي في كل البطولات. اللي قلت لحضراتكم عنده مشاركات متتالية، افتتاح الدوري بمشيئة الرحمن خلال هذا الأسبوع، كل عام وحضراتكم بخير، وبطولة السوبر الإفريقي وأيضا كأس العالم للأندية. كرة لطاهر في أول لقطة ليه، محتاج ياخد الثقة طاهر محمد طاهر، لكن الثقة بجهده وبعطائه. ادي التمريرة الأمامية من أيمن لكن أقوى من اللازم، لقاء النهاردة هو اللقاء رقم 1121 للأندية المصرية في البطولات الإفريقية. بقول لحضراتكم مصر صاحبة الريادة في الألقاب الإفريقية ب 37 لقب للأندية المصرية، أيمن أشرف، علي لطفي، الكرة الأمامية مرة تانية بترتد، رامي ربيعة بالعقل بيسلم محمد مجدي قفشة، هيعمل إيه؟
بيظبط مع مين هيمرر له، لكن التمريرة ضعيفة. ضغط المرة دي مرة تانية قفشة، ودي كرة عرضية فيها لمسة يد، لكن عدت مرت ترجع مرة تانية القفشة، كرة على حدود المنطقة، ودي لمسة ولكن بترجع لحمدي فتحي. لو في تركيز هنشوف السادس، وادي السادس، ادي السادس. بقول لحضراتكم الشبح حمدي فتحي، حمدي فتحي في الدقيقة 89 بيصل بنتيجة اللقاء إلى 6-1، 6-1 لمصلحة النادي الأهلي. وحمدي فتحي في لقائه الإفريقي رقم 17 بيسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع النادي الأهلي. ولكن بص شوف الحكاية، وبص شوف الكرة بتحب فتحي وبتحب القدم اليمنى لحمدي فتحي. الكرة ما عدتش التمريرة، رجعت له، قال جرب حظي، راحت 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 علشان النادي الأهلي يكمل السداسية ويضم الحرس الوطني لمجموعة الستة. مجموعة الستة وعشاء الأهلي هم عشاء السداسية. 6-1 لمصلحة النادي الأهلي في لقاء الإياب ومواجهة الحرس الوطني بطل النيجر. هنقول بالفم المليان مليون مليون مبروك للنادي الأهلي، خطوة في مشوار البطل للحفاظ على اللقبين المتتاليين، اللي بيبحث النادي الأهلي عن تفرد جديد وثلاث ألقاب متتالية لم تحدث في القارة الإفريقية. صحيح معانا نادي الزمالك ممثل وبطل كرة القدم المصرية، اللقب يروح للي يحبه والأكثر اجتهادا والأكثر توفيقا في هذا اللقاء، والاستفادة بلا شك لكرة القدم المصرية. نفس الكلام للمصري وبيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية، عايزين مزيد من الألقاب لكرة القدم المصرية. كل ده علشان منتخبنا الوطني إن شاء الله، اللي بندعو المولى عز وجل إن هو يوفقنا في لقائي شهر 11، وأيضا اللقاء اللي بنطمع فيه وكلنا بنحسب هل إحنا مستوى أول ولا مستوى تاني علشان لقاء النوك أوت. لكن الأول برضه ناخدها خطوة خطوة. دايما بنقول البطل يولد من رحم البطولة. صحيح في ترشيحات وفي توقعات، لكن البطل بيولد من منافسات البطولة. عندنا 4 دقايق وقت محتسب بدل ضائع، لكن توتا توتا الأهلي خلص الحدوتة ومتقدم على الحرس الوطني بطل النيجر في لقاء الإياب في ملعب الأهلي والسلام. 6-1 شوط أول قلقنا، وشوط تاني على المزاج وخلى الحال على العال. جمهور الأهلي بيحب الأهلي، مش بيحب الأهلي، لا ده بيعشق الأهلي، عشق أفلاطوني مجنون، بيقدر رموزه ويحترم نجومه ويحب كل واحد كتب سطر في مجلدات تاريخه، تاريخه المرصع بالبطولات والإنجازات. والصراحة اللي يحب الأهلي كده يدلعه كده وكده، وده اللي شفناه مع حضراتكم في أحداث الشوط الثاني. 4 أهداف فيها مهارات، فيها قدرات، فيها المعادلة الأنيقة اللي جمع فيها النادي الأهلي بين الأداء والنتيجة والأهداف. المعادلة الأنيقة تحققت أصدقائي من النادي الأهلي في الشوط الثاني. أدي كورة واستلام حلو بيفكرنا ببيبو، وأدي كورة مرة تانية، ولكن 10 على 10، 10 على 10 رزاق سيني، لكن طاهر خدها حلو على طريقة بيبو محمود الخطيب واللقاء الشهير لقاء عتوقة. لكن رزاق سيني بيبعد الكورة العرضية الأرضية الحلوة ويحرم النادي الأهلي من السبعية. بنلعب في الدقيقة الرابعة من الـ4 دقايق،
ثواني بتفصلنا على صافرة النهاية. ستة الأهلي واحد الحرس، أدي كورة مرة تانية وتقدم من حسين الشحات، واخد حرية حركة بيلعبها على حدود المنطقة، كهربا بيهيأ لكن رجع وارتد. فريق الحرس الوطني اللي اختلف بشكل كبير جدا جدا في أحداث الشوط الثاني عن الشوط الأول نتيجة الأهداف المتتالية واللعب الإيجابي من النادي الأهلي. والكورة إيه؟ الكورة جوال، كرة مرة تانية على حدود المنطقة إيسوفو، ولكن في هذه الأثناء أصدقائي المشاهدين بيصدر الستار على هذه القصة وهذا الحوار بفوز كبير وعريض لبطل إفريقيا النادي الأهلي وتأهله إلى مرحلة دور المجموعات بعد تغلبه في لقاء الإياب على بطل النيجر فريق الحرس الوطني 6-1 في الأخير. لا يسعني أصدقائي إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف. أما الآن فعودة سريعة إلى استاد إفريقيا والنجم الكبير والإعلام الكبير كابتن أحمد شوبير ونجوم مصر الكبار كابتن تامر صقر كابتن أحمد حسن كابتن محمد فضل. فإلى هناك.